السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم تلاميذ الأعزاء في آخر فيديو مراجعة نهائية اللي غادي نديرو فيه كلش تاع كلش كاع الحاجة اللي ما كايناش في لاشين يوتيوب وتحققوها في البكالوريا غادي نديروها. الفيديو هذا ممكن يكون طويل شوية، تقريبا ساعة شوية أكثر وشوية أقل، لكن صبروا معايا، تابعوا الفيديو دقيقة بدقيقة لأنه غادي تكون في الوسط نصائح مهمة، نقاط مهمة تحتاجوها في البكالوريا، تحتاجوها في اللغة الإنجليزية، تحتاجوها في المراجعة. غادي نديروا أسئلة النص، أمثلة تطبيقية من البكالوريات السابقة، وغادي نديروا القواعد اللي بقاولنا اللي ما درناهمش في السلسلة تاع المراجعة النهائية. قلت لكم المراجعة النهائية تتكون من 3 فيديوهات، روحوا شوفوا البلاي ليست تاع المراجعة النهائية. غادي نشوفوا أسئلة البناء الفكري اللي جينا في البكالوريا، الأسئلة المتكررة كيفاش نجاوبوا عليهم، أمثلة من البكالوريات السابقة، ونشوفوا كما قلنا القواعد اللي بقاو لنا، نتمشوا بنفس الريتم تاع المراجعه النهائيه الاولى اللي راها قلت لكم في بلاي ليست وحدها. بلاي ليست رانا دايرين 3 فيديوهات مراجعه نهائيه، روحوا شوفوهم كامل هذه الليله قبل ما تروحوا للبكالوريا. وان شاء الله قلت لكم الدرس غادي نشوفوا الدرس، نعطيكم امثله تاع بكالوريا، بعد نعطيكم مثال تحلوه، ديروا بوز وتحلوه، من بعد تكملوا معنا هكا باش تحققوا اكبر استفاده ممكنه من هذا الفيديو. تبعوا هذا الفيديو للاخير ان شاء الله تستفادوا اكبر استفاده. اكتبوا لنا في التعليقات اذا كان عندكم اي سؤال، وخلوا لنا جميع الفيديو نبدا بسم الله. نبدا مع اول درس وقاعده اللي بقات لنا، اكتيف باسيف فويس. هذا السؤال اللي مازال كثير من التلاميذ عندهم مشكل معاه، هو كيفاش يجيكم في البكالوريا؟ يجيكم جملة عادية، الجملة الثانية اللي انتم لازم تجاوبوا عليها تبدأ بالكمبليمنت، الجملة تكون سوجي فيرب كومبليمنت، الجملة اللي موراها تبدأ بكمبليمنت، government fight corruption. هو يكتب لك في الباك corruption نقاط، انت كي تشوف الكلمة التالية جبالك هي الأولى، لازم تعرف باللي راك active passive voice، لازم تتبع هذه الخطوات اللي غادي نعطيهم لكم دركا. اولا قبل ما نبداو مع الخطوات ومع القواعد، هذا الدرس تو بي مهم جدا جدا، فيه لازم تعرف تو بي في جميع الازمنه، تو بي في الحاضر ام از ار، تو بي في الماضي واز وير، تو بي في الفيوتشر ويل بي، تو بي في البريزنت كونتينيوس ام از ار بين، تو بي في الباست كونتينيوس واز وير بين، تو بي في الباست بيرفكت وبريزنت بيرفكت هاف بين هاز بين، وفي الباست بيرفكت هاد بين. هادو اللي عطيتهم لك دركا لازم تحفظهم عن ظهر قلب، تو بي في جميع الازمنه لازم تحفظهم عن ظهر قلب، وهي سهله جدا، احفظهم كما عطيتهم لك دركا بلا ما تحوس تفهم، ووظفهم كما غادي نوظفهم في الامثله دركا. المثال الاول غادي نتمشوا بالمثال ونعطيكم الخطوات. المثال الاول يقول لك government fight corruption، احنا fight نعرفوه بلي present الحاضر، يكتب لنا corruption نقاط. الحاجه الاولى اللي نديروها سوجي، نجيبه هو التالي ونزيدوا له قبلها باي، نبدو corruption corruption by government. الفعل كي نديروا له، الفعل يهمنا فيه زوج اشياء، يهمنا فيه الزمن تاعه، ويهمني فيه هو نفسه الباست بارتيسيبل تاعه. الزمن تاعه فاش نحتاجه؟ الزمن تاعه نحتاجه لانه غادي نزيد تو بي من عندي بعد corruption، مباشرة غادي نزيد تو بي من عندي في أي زمن؟ في زمن الفعل، الفعل راه حاضر، نزيدو تو بي في الحاضر. شهوة تو بي في الحاضر؟ أم إيز آر، نخيرو واحدة فيهم، نخيرو إيز لأنه عندنا في بداية الجملة كوربشن، كوربشن تعوضها إت، الفساد شيء، إت نقولو إت إيز، إذا نقولو كوربشن إيز. شهوة الباست بارتيسيبل تاع فايت، الباست بارتيسيبل تاع فايت هو فوت، فوت اللي ماش فاهم الازمنه والباست بارتيسيبل يروح يشوف بلاي ليست تاع الازمنه فيها ربع ساعه، بلاي ليست كومبلي فيها ربع ساعه تفهموا بها الازمنه، ماكري عندكم غدوه الباك على بالي، لكن ربع ساعه تكفيكم تفهموا الازمنه، والازمنه تهمكم في كثير من الدروس ليس فقط الاكتيف باسيف فويس. نشوفوا مثال اخر، ستودنتس ار واتشين ماي فيديو، ستودنتس ار واتشين ماي فيديو. هو ايش يكتب لك في التالي؟ ماي فيديو نقاط. شنو نديروا الاولى؟ ستودنت تجيبوها التالي نزيدوها باي، ثم نحوسوا على تو بي. شنو نحوسوا اولا؟ زمن الفعل. شنو هو زمن الفعل تاعنا هنايا؟ هو ار واتشين. كي تشوفوا تو بي زائد فعل اي ان جي عرفوا راكم في الكونتينيوس، وين راكم؟ كونتينيوس ار، اذا راكم بريزنت كونتينيوس، لانه ار هو تو بي في البريزنت. نروح نشوفوا to be
في الـ present continuous هو is been ولا are been. My video is been لأنه my video هو واحد. She he it is being watched by students. هنا على هدرنا watched لأنه watch هو regular معناتها كيدير له في الـ past participle فقط تزيد له ed. الـ past participle تاع regular verbs نزيدو له فقط ed. My video is being watched by students. بكل بساطة غادي نعطيكم دركا مثال ديروا بوز وحلوا معايا. Corruption hinders economic development. ديروا بوز حلوه عاودوا له معايا. هو في الباك شي يكتب لك economic development يبدأ لك الكومبليمنت المفعول به يحطها هو الأول. شن ديروا نحكمه corruption نحطوها هي التالية نزيدوا لها by الفعل تاعنا باش يكمل بأس ما غير ما نعرفوش غادي نشوفو كيفاش حتى ما نعرفوش الفعل المعنى تاعه نحلو بطريقه صحيحه. هيندرز تكمل بأس اذا رانا في الحاضر. تو بي اللي نزيدوه نزيدوه في الحاضر. ايكونوميك ديفلوبمنت از بكل بساطه ايكونوميك ديفلوبمنت از هيندرد الفعل هذا ما نعرفوش نزيدو له فقط ادي ونتحصلوا على الباست بارتيسيبل بغض النظر على الباست بارتيسيبل على الريجولار فيربز اللي لازم تحفظوهم. economic development is hindered by corruption. بكل بساطه ننتقلوا الى درس اخر. اللي بغى يشوف الدرس هذا بالتفصيل يروح يشوف البلاي ليست تاع الدروس المرشحه بقوه راني شارح هذا الدرس بالتفصيل. نروحوا نشوفوا درس مهم جدا إذا فهمتوه ممكن تربحوا حتى 6 نقاط في اللغة الإنجليزية في البكالوريا. درس مهم جدا. شو هو هذا الدرس؟ question الأسئلة. ask question تعرف كيفاش تطرح سؤال. غادي يعطيك سؤال في البكالوريا عليه 3 نقاط يقول لك اطرح سؤال انت سقسي يدير لك جملة يسطر لك على جزء يقول لك انت سقسي غادي نتعلموا كيفاش نسقسوا. واكيد الأسئلة تاع النص لازم تفهم السؤال شرح يقول لازم تفهم الزمن تاع السؤال لازم تفهم تركيبة تاع السؤال شرح يسقسيك اصلا على مكان على زمان على شخص شرح يسقسيك باش انت تقدر تجاوب. فهم السؤال نصف الجواب. دركا غادي نشوفوا كيفاش نطرحوا سؤال كيفاش نديروا تمرين ولا سؤال تاع ask question في البكالوريا. اولا كيفاش تجينا في الباك. في الباك غادي يسقسيك يقول لك ask question for the underlined words in the phrase معناتها اطرح سؤال للكلمة المسطرة في الجملة. على سبيل المثال Amin lives in Iran يسطر لك على in Iran يقول لك سقسي على هذه الكلمة المسطرة. انت اول حاجة لازم تعرف انه غادي تسقسي على مكان المكان امين وين يسكن امين وين يقري ولا امين وين يسكن في وهران. دونك لازم نسقسي على وهران امين وين يقري امين وين يسكن. اي حاجة يسطر لك عليها لازم تعرف الماهية تاعها هل هي زمان مكان شخص باش تقدر اولا تسقسي. WH question مهمين جدا في هذا السؤال لازم نعرفوا بلي الوات ماذا هو من وين متى وير اين واي لماذا هو درناها هاو كيف. لازم مبدئيا تعرف ال WH question باش تقدر تسقسي. يعني قال لك in Iran تقول له وير اين. اذا سقسك على شيء تقول له وات ماذا. ننتقلوا دركا الى كيفيه طرح السؤال. اولا الجملتين اللي غادي نعطيهم لنا لا تخرج على نوعين اما تكون جمله اسميه وهذا النوع دوك نشوفوه اما تكون جمله اسميه دوك نشوف كيفاش نطرحوا عليه سؤال. اذا كانت جمله اسميه لازم نعرفوا انه طرح الجمله الاسميه طرح السؤال في الجمله الاسميه سهل جدا فقط نقلبوا بين السوجي والأوكسيلوري. مثال الجملة الإسمية هي اللي ما فيهاش فعل Amin is in Iran. Amin is in Iran يسطر لك على in Iran هذا مكان معناتها دائما المكان و WH question نسقسوا عليه في أول جملة Where is Amin question ونقلبوا بين سوجي فيرب Where is Amin. Amin is ولت is Amin Where is Amin. بكل بساطة كملنا مع الجملة الإسمية. نروح الدركة للجملة الفعلية. الجملة الفعلية نستعمل معها واحد الفعل المساعد هو do في الحاضر هو I do you do she he it does we do they do. do في الماضي did I did حتى they did في الماضي. كيفاش يكون سؤال في الجملة الفعلية؟ نديرو question زائد do does did واحدة منهم دوك نشوفو واش نستعملو زائد subject زائد الverb stem غير مصرف ونكملو الجملة تاعنا. نعطيكم مثال يونس works in London.
يونس works in London. حنا الفعل تاعنا وين راه؟ كي تشوفوا الاسم معناتها لازم، كي تشوفوا الاسم معناتها راكم في الحاضر ولازم تستعملوا does. ما شفتوش الاس راه في الحاضر ديروا do، شفتوه في الماضي يكمل بod ديروا did. يسطر لك على in London معناتها لازم تسقسي على مكان. where does قلنا عندنا فعل في الحاضر s نديرو does. where does يونس work؟ هنا ما قلبناش بين السوجي والفيرب، درنا يونس work. work قلعنا له الاس لانه الفعل قلنا يجي ستام. where does يونس work؟ بكل بساطة طرحنا السؤال، ما درناش الاخطاء، تبعنا القواعد، تبعوا الخطوات اللي اعطيتهم لكم، جامي تغلطوا. نشوفوا دركا مثال تاع بكالوريا. consumerism promotes the interests of consumers. يسطر لك على the interests of consumers. كي تشوف يسطر لك على حاجة تبدا بذ مور الفعل عرف باللي مفعول به. كيفاش نسقسوا عليه؟ ماشي وير، ماشي وين، ماشي هو، وات، ماذا، وات. نروحو نديرو هذه جملة فعلية باسكو فيها فعل. وات، وات هي الأولى، موراها شنو نديرو؟ دير بوز بعد جاوب معايا، دير بوز. وات دو ولا داز ولا ديد؟ ديرو داز لأن الفعل انتهى بأس. وات داز consumerism، نزيدو الفعل نقلعو لها الاس. what does consumerism promote؟ بكل بساطه راكم تشوفوا بلي الامر بسيط جدا، فقط ركزوا وتبعوا الخطوات. تبعوا معايا هذه حاله خاصه من الجمله الفعليه اللي ما نخربوش في الفعل. عندما يسالك عن الشخص هو يقول لك بكل بساطه امين lives in Iran. يسطر لك على امين، سطر لك على شخص، فقط بدل الشخص بهو، فقط ما تخرب في والو، ما تقلب سوجي فيرب، ما دير دو داز ديد، ما دير والو. هو ليفز ان اوران، هو ليفز ان اوران. بكل بساطه نحكوا شويه كيفاش تبروفيتوا من هذا السؤال، كيفاش تدوا اكبر عدد من النقاط في فهم اسئله البناء الفكري. اسئله البناء الفكري كي يطرح عليك سؤال يبدا بوات ويستعمل ديد، معناتها الجواب الجمله تاعها غادي يكون فيها فعل ماضي. اذا استعمل لك داز، وات داز، معناتها الجواب الفعل تاعها غادي يكون في الحاضر يكمل بالاس. هادو لي تكنيك، هادو لي زاستوس يعاونوكم بزاف كيفاش تجاوبوا على اسئله البناء الفكري، كيفاش تجاوبوا على الاسئله المباشره، كيفاش تعرف باللي هذا دبليو اتش كويشن ولا يس اور نو كويشن. اذا كان عندك يس اور نو كويشن ما لازم تجاوب الاجابه تاع وات داز ولا وات ديد. جميع الاسئله الاخرى قادر تبروفيتي من فهمك لهذا الدرس. اذا فهمت هذا الدرس غادي يوفر عليك نقاط كثيره. فقط كاين ملاحظه، ما تستعملوش السؤال في الفقره، ما تستغلوش النقطه تاع فهمكم هذا الدرس. انتم تعرفوا تصيغوا سؤال، عمركم ما تديروا سؤال في الفقره، سؤال في الفقره غادي ينقص لكم النقاط. استعملوا جميع الدروس although after despite which unless في الفقره، انتم احرار، لكن ما تستعملوش سؤال، ما تطرحوش عليه سؤال. نروحوا مباشره لدرس so that such that، درس مهم جدا يتكرر بزاف في البكالوريا، مرشح بقوه في البكالوريا. الكثير من التلاميذ كاين اللي فاهمه كاين اللي ماشي فاهمه 100%. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تهنوا منه مباشره. سو ذات في البكالوريا غادي يعطيك جملتين، الجمله الاولى نقطه، الجمله الثانيه. في سو ذات انت تروح تحوس على حاجه، تروح تحوس على الجمله اللي فيها تو بي. كي تلقى الجمله اللي فيها تو بي ديرها هي الجمله الاولى. إذا كانت هي الجملة الأولى خليها جملة أولى، إذا كانت هي الجملة الثانية ردها هي الجملة الأولى. يعني more to be كتبوا so، more to be كتبوا so. كي تكمل الجملة الأولى عند النقطة ديروا that. بكل بساطة غادي نشوفوا مثال دركا. عصام is brave he help everyone. وين راها to be في الجملة الأولى؟ نروحوا عند to be نديروا so موراها، عصام is so. نروحوا عند النقطة نكتبوا that، عصام is so brave that he helps everyone. بكل بساطة to be هي الأولى، ديروا موراها so نقطة، كتبوا ذات وكملتوا مع so that. خلاص كملنا مع so that، غادي نعطيكم مثال تاع بكالوريا، ديروا pause وحلوه وتبعوا معايا. The system of law is well implemented. Companies avoid bribery actions. يدير لك بين قوسين so that. احنا نروح عند النقطة، لقينا النقطة، فصلنا الجملتين، نحوسوا على توبي، لقينا توبي، دير بوز قبل ما تجاوب، لقينا توبي، ديروا موراها سو، the system of law is so well implemented، كتبها، كي توصل عند النقطة دير that، the system of law is well implemented that companies avoid bribery actions. بكل بساطة، الأمر بسيط جدا،
فقط تبعوا القواعد معايا انا ان شاء الله كل شيء سهل. نروحوا للساتش ذات. ساتش ذات هي تماما كما السودات، فقط كاين اختلاف بسيط. قلنا يعطينا جملة أولى نقطة، جملة ثانية بين قوسين such that. نروح نحوس على to be. هنا كاين ثلاث صوالح نحوس عليهم، ينحوس على to be ولا نحوس على to have ولا نحوس على الadjective اللي يبدأ بأ. a great a nice a big. إذا لقينا to be أو to have نديرو such مراهم، إذا لقينا a nice a great نديرو such قدامهم، ودائما ذات عند النقطة. نشوفوا مثال. عصام is a big man. He can eat 4 sandwiches at once. احنا عطانا جملتين، نروح نحوسوا على الجملة اللي فيها to be. لقينا to be، إلا ما لقيناهش يا سيدي نحوسوا على to have. لقينا to have مليح نديروا such مراها، ما لقيناهش يا سيدي نروح نحوسوا على الصفة اللي تبدأ بأ ولا أن. هنا كاينة كاينة a great a big. عصام is such a big man that he can eat 4 sandwiches at once. نروح نشوفه مثال تاع بكالوريا، ديروا بوز حلوا معنا. مثال تاع such that نموذج البكالوريا. Advertisements have a huge impact. نقطة. People always believe advertisement. شنو نديروا حنايا؟ نروحوا الجملة اللي فيها to be ما كاش to be، to have كاين to have في نفس الجملة الصفة اللي تبدأ شنو ندير احنا؟ دير بوز قبل ما تبدأ. Advertisements have such a huge impact that people believe advertisements. هذا بكل بساطة مثال. قلنا النقطة that ونحوس على to be ولا to have موراها such ولا الصفة اللي تبدأ بأ قدامها such، وكملنا مع so that such that. نروحوا درس مهم وسؤال من أسئلة البناء الفكري لتلاميذ على الأغلب دائما يغلطوا فيه، خاصة اللي مستوى تاعهم ضعيف ولا المستوى متوسط ما يقدرش يجبد ما يقدرش يحله، اللي هو الكلمات المسطرة. على ماذا ولا على من تعود الكلمات المسطرة في النص؟ What or who do the underlined words refers to in the text. يعطيك they ولا them ولا their ولا يعطيك wh question ولا يعطيك this that. قادر يعطيك الكثير من الضمائر. دوك نشوفوا كل واحدة كيفاش نتعاملوا معها وبأمثلة تاع بكالوريا. على ماذا ولا على من تعود دائما نشوفوا في نفس الفقرة اللي يعطيها لنا. إذا أعطاك ذاي في السطر الثاني تاع الفقرة الثانية تروح تحوس قبل السطر الثاني في الفقرة الثانية فقط، ما تروحش تحوس الفقرة الأولى ولا بعد ذاي ولا بعد الذم. هذه معلومات واضحة وأظن أن الأغلب التلاميذ يعرفوها، لكن غادي نعطيكم ديزاستوس وأسرار كيفاش تجبدوا الكلمة بالضبط وين راح. أولا نبدو مع أسهل ضمير اللي هو WH question. إذا سطر لك على what, where, when, who, why، الكلمة التي تعود عليها هي قبلها مباشرة. إذا أعطاك who government wants people who cooperate، سطر لك على who، شو كاين قبلها؟ كاين people، معناتها people هي التي تعود عليها كلمة who. بلا ما تخمم، إذا أعطاك countries where companies work، where مكان، شو الكلمة اللي قبلها؟ countries. بلا ما تحوس where ولا when، زمان مكان ما تحوس والو، الكلمة اللي قبلها مباشرة هذيك هي الكلمة التي تعود عليها. نروح نشوفوا الضمائر I, you, we, they. إذا أعطاك I أنا، معناتها الكاتب الذي يتكلم إلا في حالة واحدة، إذا أعطاها لك في الـ direct speech في الـ ليجيومي، معناتها تروح تشوف الضمير اللي قبلها. The president said I want to do. I تعود على the president، الضمير ولا الشخص مباشرة اللي قبل ليجيومي هذوك. إذا أعطاك they ولا them ولا there، معناتها تعود على بلوريال، تعود على الجمع، ما يهمنيش أشياء ولا أشخاص، companies people ما يهمنيش، تعود على حاجة تكمل بالأس بلوريال. وممكن تكون شيئين، يقول لك social and economic development، social and economic شيئين هادو بلوريال، زوج معناتها بلوريال in English فلونجلي. كاين حاجة أخرى تانية قادر يقول لك people children، إذا قال لك people children هادو بلوريال بلا ما يدير لك الأس، هادو جمع. وهذه الكلمات أنا أقول لهمكم هادو اللي يتكرروا بزاف في اللغة الإنجليزية في البكالوريات، people children companies. إذا أعطاك she ولا her،
شي ولا هير تعود على المفرد المؤنث، معناتها انت تروح تحوس وغادي نشوفوا امثله تطبيقيه كيفاش نحوسوا شي ولا هير، تروح تحوس قبلها على شيء مفرد ويكون مؤنث. اذا عطاك هي ولا هم تروح تحوس على شخص مفرد، اذا عطاك ات تحوس على شيء، قال برايبري كوربشن هذا شيء مفرد، اذا ات تعود عليه. كاين حاجه وكاين استوس ثاني وخت اخرى باش تعرفوا، تقروا الجمله اللي راها فيها، قروا الجمله اللي راها فيها. قال وي شود ريزيست ات، وي شود ريزيست ات، ات هذه على ماذا تعود؟ انت كي تقرا بلي وي شود ريزيست لازم نقاوموها، من بعد تلقى برايبري وتلقى كومبانيز، انت كومبانيز ما غاديش تجي اولا لانها بلوريال. الحاجه الزوجه شو الحاجه اللي نقاوموها؟ نقاوموا برايبري. اذا فهمت المعنى تاع الجمله غادي تكون سهله جدا انك تعوض هذيك الكلمه بهذيك الضمير برايبري، تحطها في بلاصه الات وتقول وي شود ريزيست برايبري، لازم نقاوموا برايبري. اذا هذه الجمله عندها معنى، اذا هذا هو الضمير الصحيح. هذا بكل بساطه كيفاش لي زاستوس باش نلقوا وباش نعوضوا ونلقوا الضمائر. كاين ضمير اخر قبل ما ننتقلوا للامثله التطبيقيه اللي هو يدير لك this ولا this ولا that. هذا المثال نروح نشوفه على الكلمة بعدها، يقول لك that weight هذا الوزن، يكون قبلها ذاكر لك big weight ولا huge weight. نروح ندو الكلمة هذيك والكلمة التي قبلها، عدنا this weight ولا that weight، نرفضو weight ونحوسو عليها قبلها، لقيناها نرفضوها هي والكلمة التي قبلها. huge weight، big weight، unhealthy weight، هذوك الزوج كلمات هما الكلمة التي تعود على that weight. غادي نشوفوا أمثلة تطبيقية ونشرح لكم بالتفصيل كيفاش نلقوهم ونحلوهم. أعطاهم زوج underline words، شو أعطاهم؟ that weight وأعطاهم there. قلنا that weight لازم نحوسوا على هذه الكلمة، احتمال كبير 90% 80% غادي الكلمة نلقوها، إلا ما لقيناهاش فالمعنى تاعها راه كاين في الفقرة. كي نحوسوا على weight راه كاين قبل that weight healthy weight، في السطر اللي قبلها شعرنا if you are at healthy weight your goal is to maintain that weight، هذا الوزن على ماذا تعود؟ هذا الوزن على healthy weight. الويت هنا هو الوزن الصحي، قال لك كي يكون عندك وزن صحي هدفك هو الحفاظ to maintain على هذا الوزن. شكون هذا الوزن؟ على انت علاش تحافظ؟ تحافظ على الوزن الصحي. نروح نشوفو الزوج اللي هي there، هنا عدنا قلنا هنايا there، there يعود على جمع، معناتها الحاجة اللي نحوسو عليها لازم تكون في الجمع ما تكونش مفرد. نحوسو فقط قبل الكلمة هذه في هذه الفقرة الزوجة في هذا السطر قبيلة شي قلت لكم، قلت لكم دائما في الإثيكس إن بيزنس قاع there تعود على جمع يا تكون people. هنايا في نفس السطر عدنا for some people this means fitting more activity of daily living into their usual routine. هنا قال لك their usual routine، الروتين تاعهم المعتاد. شكون هادو؟ some people، for some people، some people هادو اللي راه يهضر عليهم كي يقول لك their معناتها some people. هذا بكل بساطه هادو زوج سهلين جدا ورانا تعلمنا كي قلنا that weight معناتها راح نحوسوا على هذيك الكلمه احتمال كبير نلقوها حتى لما لقيناهاش المعنى تاعها راه كاين، وكي قلنا there معناتها نحوسوا على حاجه جمع ما تكونش مفرد. نروحوا نشوفوا الموضوع الاخر. هذه الفقرة عطانا ثلاثة، عطانا they this that where، هذا موضوع بكالوريا 2021 تاع العلميين. اش عطانا؟ الاولى عطانا they، قلنا they تعود على الجمع ما تعودش على حاجة مفرد. اش هو اول حاجة الجمع اللي راه عندنا قبل they؟ قال لك where they have a low weight from height، وين عندهم؟ شكون هادو اللي عندهم نسبة قليلة من الوزن؟ شكون هادو؟ راه ذاكر قبل في السطر الزاوج among children، اذا هذا الذي تعود على children على 52 millions على 82 مليون من هاد children. بكل بساطة نروحوا للزوجة these that's هادو الموتى ولا هذا العدد من الموتى. شو قلنا؟ هذه these قلنا نشوفوا الكلمة اللي لاصقة معها راها deaths، نعاود نقول قبلها نحوسوا على كلمة deaths، كلمة deaths راها مذكورة في نفس السطر، قال لك 45% من الموتى 45% of deaths، إذا هذا هو الجواب تاعها
45% of deaths. نروحوا للكلمة الثالثة where. هذه where هي أين. قلنا هذه WH question سهلة بزاف. مباشرة الكلمة التي قبلها. شو الكلمة التي قبلها هنا يا؟ low and middle income countries. أين الأطفال عندهم سمنة؟ where childhood obesity. إذن وين هذه؟ where في low and middle income countries. بكل بساطة هذا مكان. كي يعطيكم WH question الكلمة التي قبلها مباشرة هي الحل تاعنا. نروح نشوف موضوعنا الآخر. الموضوعنا الآخر هذا موضوع العلميين سنة 2020. الموضوع الأول أعطانا ثلاثة. أعطانا them, there, the problem. قلنا them, there دائما تعود على الجمع ما تعودش على حاجة مفرد. نبدو الأولى قاع السطر الأول. السطر الأول the ways criminals use to obtain money illegally are endless. One of them قال لك الطرق اللي يستعملها المجرمين باش يتحصلوا على الأموال هي الأموال غير مشروعة هي غير نهائية. واحدة منها one of them. احنا شعرنا الحاجة البلوريال عدنا ways وعندنا criminals بصح قال لك one of them is money laundering معناتها أحد هذه الطرق تعود على the ways. them تعود على the ways ما تعودش على criminals باسكو ما نقدرش نقول one of criminals is money laundering أحد المجرمين هو غسيل الأموال ما نقدروش. دائما نشوفوا المعنى اللي راها موجودة فيه هذه الكلمة المسطرة باش نفهموا أكثر. الكلمة الثانية اللي معنا هي there اللي راها في الفقرة الزوجة legal cover for their source of income. شكون هادو؟ قال لك مصادر الدخل تاعهم their source of income. وكان نقولوا لرأس الفقرة قاع الفقرة الزوجة الرأس داها باش بدها بدها criminals المجرمين وهذه الحاجة الوحيدة اللي راها بلوريال مع new methods. الحاجة الوحيدة اللي راها بلوريال هي criminals new methods. دونك كي نقولوا their source of income مصادر دخل مكاش ما نقدوش نقولوا مصادر دخل methods الطرق لا مصادر دخل المجرمين criminals إذن تعود على criminals. نروح نشوفوا الكلمة اللي موراها هي the problem. the problem المشكل في على أي مشكل راه يحكي في هذا النص قاع مش في هذا النص في هذه الفقرة لأنه الكلمة في هذه الفقرة راه يحكي بداها من رأس الفقرة راه يحكي على الماني لاندرينغ. كون تشوفوا رأس الفقرة بداها بماني لاندرينغ راه يحكي من الأول قاع على مشكل غسيل الأموال إذا the problem تعود على غسيل الأموال. بون هذا كان موضوعنا اليوم ما تنسوش جمع الفيديو. ننتقل دركا درس مهم جدا اللي هو مرشح هذا العام connectors of concession روابط التعارض. كي تكون عندنا جملتين متعارضتين في المعنى نستعملوا هذا الرابط. نشوفوا مثال الاول باش نوضحوا المعنى. قولك I am poor I am happy انا فقير انا سعيد. في الظاهر انه الجملتين متعارضتين في المعنى قبل ما نتفلسفوا بزاف. الفقير ليس سعيد عند اغلب الناس. نقولك انا although I am poor I am happy بالرغم روابط التعارض المعنى تاعهم بالرغم اني فقير انا سعيد. although I am poor I am happy. اولا روابط التعارض تنقسم الى قسمين روابط التعارض الذي ياتي بعدها subject verb وروابط التعارض اللي يجي موراها noun. شهما روابط التعارض اللي يجي موراهم noun عندك غير despite و in spite of. اما القسم الثاني تاع روابط التعارض اللي يجي موراهم subject verb اللي هما عاديين جدا فقط نركبوهم في الجمله عندك although كما شفتوا الجمله الاولى درنا although ما خربناش في الجمله although in spite of the fact that despite of the fact that even though هادو روابط التعارض ما عندناش مشكل معاهم فقط نحطوهم في اول الجمله يكون عندنا المعنى عادي. لكن اللي غادي يخدمونا شويه غادي نعطيكم استيس تتهنوا منها خلاص كاع اللي هما despite و in spite of. يعطيك جملتين للزوج يبدو بسبجكت فيرب لكن حنا لازم نرجعوهم ناو. غادي ندو نفس المثال اللي درناه الاول ونرجعوه ناو. I am poor I am happy. شو الفيرب هنايا؟ الفيرب هو I am. I am حنا شو غادي نديرو؟ غادي نردوه في الانفينيتيف ونزيدو لها ing. نقول لك despite being مورا despite سجن نقلعوه مباشرة الفيرب نردوه الانفينيتيف ونديرو لها ing. despite being be هو الانفينيتيف تاع I am. despite being poor I am happy بالرغم من أنني فقير
أنا سعيد. نتعامل مع in spite of نفس التعامل تاع despite. إذا عطاك despite ولا in spite of نجيبو الverb نردوه infinitive نزيدو له ing ونكملو الجملة تاعنا بشكل عادي جدا. نشوف مثال آخر. He is rich. He is humble. هو غني هو متواضع. حنا يقول لك دير لي although ولا even though ما تخرب والو في الجملة. even though he is rich he is humble. لكن إذا قال لك despite ولا in spite of تروح تجيب الفعل وديرها ing. شت ولي in spite of is نردوه infinitive to be. despite ولا in spite of being rich he is humble. غادي نشوفوا درك امثله تاع بكالوريا ديروا عليها تطبيق ديروا بوز حلوها بعد شوفوا الحل تاعها. The company has many financial problems. The company is successful. يدير لك despite. احنا اولا نروحوا عند الجمله الاولى اللي فيها التعارض نكتبوا despite. سوجي ما نكتبوش مور despite. despite مباشره يجي بعدها الفعل. ما هو الفعل؟ has. شو هو الانفينيتيف تاعه؟ have. نديروا له ing. despite having many financial problems the company is successful. راكم تشوفوا الامر بسيط جدا وكان عطانا although even though despite the fact that in spite the fact that فقط نبلاصوهم من غير والو في الجمله. despite the fact that the company has many financial problems the company is successful ولا it is successful. الامر بسيط جدا وواضح جدا. نشوفوا مثال اخر باش نرسخوا المعنى وننتقلوا لدرس اخر. مثال ثاني. my boss keeps on talking about ethical behavior he accepts bribery. معناتها رئيسي في العمل دائما يهضر على الاخلاق والتصرفات الاخلاقيه هو يقبل الرشوه. يدير لك although. شنديرو؟ دير بوز عاود ولي معنا نحكمو although. نقولو although my boss keeps on talking about ethical behavior he accepts bribery. الامر بسيط جدا فقط نحطوها في اول جمله ندير نكتبوا الجمله تاعنا بشكل عادي.